GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net، ونكمل تاني درس في الدورة أو قسم تسويقي من كورس جملة. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت اللي احنا قدرنا نعرف ازاي ايه هي المنتج، وازاي تختاره، وازاي تختار موضوع الويب بتاعك او الموقع بتاعك. عايزين بقى نشوف ناحية عملية شوية باستخدام تولز نقدر نعتمد عليها في اختيار موضوع الموقع، او نقدر ازاي نرتب الموقع على المحركات البحثية وبالذات جوجل. ده اللي انا عايزه. طيب نفتح موقع جوجل وهنكتب، اكتب معايا، هنقول كي وورد تول. ايه بقى الكيورد تول دي؟ اقول لك تعالى على جوجل ادوردز كيورد تول، اضغط عليها ضغطه، هتبص تلاقيها فتح لك حاجه زي كده. يقعد يحمل شويه معاك، وخد بالك ان احنا دلوقتي داخلين في الموضوع العملي اللي ازاي اختار الكلمات البحثيه بتاعه الموقع بتاعي. ايه بقى الكلمات البحثيه دي؟ والله الكلمات البحثيه دي الكلمات المتوقع ان اليوزرز عبر العالم او حوالين العالم العربي او الاجنبي، او احنا دلوقتي بنستهدف العالم العربي، هنتكلم في العالم العربي. ايه هي الكلمات اللي انت عايز الناس لما يكتبوها يجوا لك على الموقع؟ خد بالك، صحصح قوي في الموضوع ده، لانه مهم جدا، وهو ده فعلا اللي بيفرق. زي ما بيقولوا الطلعه الاولى، يعني الطلعه الاولى دي قويه جدا بالموضوع ده. طيب احنا عندنا زي ما انت شايف، سيبك من التفاصيل دي كلها، بس احنا هنكتب حاجة بسيطة في المنطقة دي. المنطقة دي اسمها ايه؟ word of phrase. يعني دلوقتي بقول لك اكتب الكلمة اللي انت عايز تكشف عنها. دلوقتي احنا زي ما اتعلمنا اللي احنا من اختيار المنتج بتاعي هو بداية التسويق بتاعي. جميل. طيب المنتج بتاعك، نفرض اللي انت هتسوق تيشيرت مثلا، عايز تكتب ايه علشان الناس تجي لك؟ طب تعالى نشوف ايه الموضوع. لو انا كتبت تي شيرت، ده السبيلنج الصح الصحيح بتاع التيشيرت. جميل. فاكر لما قلت لك لازم تدرس منافسينك الاول وتعرف ايه حجم المنافسة وتحط نفسك في المكان الصح؟ احنا دلوقتي بنبدأ نتكلم في الموضوع ده. دلوقتي انا اديت له العلامة دي او الكلام ده عشان نتأكد بس ان انت انسان بشري مش آلة او مش برنامج اختراق. يعني في برامج، في ناس شاطرين قوي في البرامج والهاكرز والكلام ده، بيعملوا دلوقتي برامج بتدي يسجل، يعني موقع زي الفيسبوك او الجوجل، يدي واحد يسجل تلقائي كل ثانية، تلاقي مثلا في خلال وقت قصير بدا يسجلها كتير جدا جدا، يروح عامل لود على السيرفر ويروح موقعه. فهم حاطين دي عشان دي طبعا تخمينيه وراندم متغيره عشان الموضوع ده. نقول له سيرش. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ كتبت تيشيرت. تعال نشوف التيشيرت. الكومبيتيشن بتاعتك او المنافسه، اهي دي المنافسه بتاعتك، بتقول لك هاي هاي. لو انت كتبت الكلمه دي عندك المنافسة هاي، يبقى انت هتخش في مكان مش بتاعك، يبقى ما تخشش في الهاي ده خالص. سيبك من الهاي ده علشان انت لو دخلت فيه مش هتظهر اساسا. طيب الجلوبال مانثلي سيرشز ده بيقول لك ان كل شهر كام واحد بيكتب الكلمة دي في الشهر. يعني دلوقتي احنا عندنا ناس كتير قوي، وليكن على مستوى العالم 1000 واحد بيكتبوا كل شهر الكلمة دي، بيبتدوا يبحثوا عنها، بيكتبوا على النت الكلمة دي. تعال نشوف كام واحد بيكتبها. 20,400,000. 20,400,000 واحد بيكتب الكلمة دي عشان يوصل للمنتج ده. طب تعال نشوف من ناحية تانية جوجل برضو، ونشوف مين بقى السيطات اللي واخدة الاسم ده.
تمام. مجرد ما هتكتب، بص الكلمة دي ايه، تي مسافة شيرت كل سمول. طيب تي مسافة شيرت وانتر. اول واحد ظهر فوق هنا ليه؟ تعال نشوف كده. يبقى هنا في سوق على النت اهو بيبيع تيشرتات وبيبيع حاجات تانية. تعال نشوف البيج سورس، كليك يمين عليها بقول لك فيو بيج سورس. انا شغال على جوجل كروم، انت شوف شغال على ايه وتجيب البيج سورس. لو انت شغال على فايرفوكس يبقى من فوق من قائمة تقريبا فيو وبعدين بيج سورس. طيب الفيو بيج سورس، وهنشوف الميتا التاج بتاعته عاملة ازاي. نشوف حاطط فين كلمة كلمات البحثية او الكي وورد. والمفروض تبقى في منطقة الهيدر. هو اعتقد ان اللغة دي ASP، لان ASP دايما بيبقى رخم كده. طيب نشوف هو مش ظاهر هنا، هو للأسف الطريقة دي معمول لها هيدن من البرمجة نفسها. طيب ماشي مفيش مشكلة، نشوف واحد تاني. يعني هي هتخرب يعني، نشوف واحد تاني. مثلا هاد ده تيشيرت هيل، ده بتوع ناس كده ربنا يهديهم. فيو بيج سورس، ونشوف الميتا كيوردز اهي. دي الكيورد شايف هنا تي شيرتس، بعدين شيرتس، بعدين تي شيرتس. يعني بقول لك يعني انت لو انت مش عارف تكتب واحد غلط بيجيبه لك برضه. بعدين تي شيرتس مفيش علامة، بعدين فاني تي شيرتس، بعدين كول تي شيرتس، بعدين كريزي، بعدين كول، بعدين كريزي تاني. تمام، شايف انت يعني كل دي كلمات تخمينية، بحيث ان هو اي حد كتب كلمة زي دي بيبدأ على طول بيجيله بيجيبه على الموقع بتاعه. طيب يبقى انت عرفت السيكونس هيبقى ماشي ازاي. يبقى انت دلوقتي بتشوف المنافسة بتاعتك. شوف هنا التيشيرت اللي احنا كاتبينها صح معمول على ايه، برضه كومبيتيشن هاي. يبقى المنافسة بتاعتك الهاي دي ابعد عنها خالص. شوف الميديم، تعال نشوف الميديم، نقول تي شيرت كيوت ولا كوايت. هنا الميديم برضو مديك فري تي شيرت، مفيش حاجة طبعا هي فري تي شيرت دي خالص، هي كلها كلمات دعائية ليس إلا، مفيش حاجة ببلاش. ميديم جلي تيشيرت كله هاي. شايف يعني انت دلوقتي مثلا لو انت هتتاجر في التيشيرتات، لو انت كتبت تي شيرت بالطريقه دي يبقى انت دخلت في المجال الغلط. ممكن في اللو ده تكتب تي شيرت لايركس او وليكن ما يكون يعني. فشايف انت دي ممكن تكتبها لو انت هتشتغل على التي شيرت لايركس. طيب نشوف ايه تاني. الميديوم ممكن، الميديوم ممكن، بس خد بالك برضو يعني لازم تبقى عارف ان الهاي طبعا عليها عرض، يعني عرض كتير او يعني طلبات كتير. دي برضو الحاجة لازم تبقى موجودة، هي طبعا عليها منافسة جامدة لان الطلب عليها كتير. فانت طبعا ابعد عن الهاي، وفي نفس الوقت اكتب كلمات بحثية تكون مظبوطة صح. طب انا مثلا دلوقتي عايز اقول المنتج بتاعي، مثلا فكرت ان انا اشتغل على النت بكورس، اقول له سيرش. تعالى بقى اونلاين كورس كبيرة، فري اونلاين كورس كبيرة. يبقى الميديوم هنا اللي ممكن اخش عليها كورسز. تمام، اللو هنا عليها منافسة بسيطة اللي هي كورس كومبيز او كراش كورس
كويس الكلمة دي، كراش كورس حلوة، تمام. ده اللي ممكن ألعب عليه، وفي نفس الوقت برضو عليه العرض حوالي 368 ألف على المنص على مستوى العالم. يعني مجرد بس اختيار الكلمة البحثية أو الكيورد بتاعتك، بس تكتبها في الميتا بتاعك زي ما هنتعلم كمان شوية. لو كتبت الكلمة الصح بناء على الفيلد او المجال الصح بتاعك، انت كده ضمنت 50% من او 60% من نجاح زوارك او جلب زوار للموقع بتاعك. يبقى دي اول حاجه. يبقى محاضره النهارده هي هدفها الاول اعرفك السيكونس بتاع جلب الزوار لموقعك، تمام. يبقى قلنا موضوع الكيورد مهم جدا، وعرفنا التولز اللي بتخش على جوجل ومنها بنجيب الموضوع ده. طيب في حاجة تانية، تعال نشوف الادفانس ده في ايه. بقول لك يونايتد ستيتس، لا انا عايز اول كانتريز اول لانجويج. لو انت بقى عايز تسيرش على بلد معينة، خلاص طبعا دي عشان المراهقين، يعني سيبك من عشان ممكن تجيب مواقع اباحية. شو ايدياز اند ستاتيك فور، دي مش مشكلة. دي بقول لك الموبايلات، لو في حاجة سبورت الموبايل يعني خلاص ما فيش مشكلة من ده خالص. طيب في هنا بقى حاجة تمام. نقول مثلا الويب سايت، تعال نشوف الويب سايت ده هيجيبه لي ازاي. احنا دلوقتي على الموقع ده، هات الموقع ده، الحتة دي بقى اقول لك دخل لي كده الويب سايت بتاعك وروح قايل له سيرش ونشوف هيظهر ايه. بص الويب سايت ده لما جينا كتبناه بدأ يقول لك ايه. تعال نقارن كده. طبعا يعني تي شيرت هيل، كل الكلمات البحثية دي هو كشف لك عنها بالطريقة دي. يبقى هو معنى الحتة دي بالظبط ان انت بتسهل لك قوي تشوف المواقع بتستخدم كي وورد ايه بالظبط. يعني انت اعجبت بالموقع وشفته، عايز والله اشوف الكي وورد بتاعته ايه القوية بتاعته، وكمان بص بقى، يعني الواد ده معلم، مع انه واد هيبس كده وخنفس بس بالمصري يعني، بس معلم. راح رايح فين؟ بعد نفسه على الهاي تقريبا، بعد نفسه على الهاي يعني، لا في الميديم، تمام. عشان اي حد بيكتب تيشيرت روح جايب له اول واحد على طول، زي ما عرفنا بجوجل لما انا كتبت التيشيرت ده الفيس راح جايبه لي على طول في اول صفحة. يبقى هو الراجل ده بيتكلم صح. برضه احنا لازم نشوف الناس الناجحة دي عاملة ايه، وبعدين طبعا ايه نعرف نعمل ايه زيهم. طبعا الاثنين دول اللي هو داخل المربع الاصفر ده، طبعا هو هنا اعلانات بواسطة مين؟ جوجل. دول الناس دي دفعة لجوجل عشان يطلعوا فوق كده. اما الناس اللي تحت دي طبعا الناس كلها بمجهودها، اول صفحة دي ناس بمجهودها عرفت ازاي تختار الفيلد بناء على الكيوردز. وبعدين في حاجات كتير تانية بدأت هنتعلمها برضو على عجالة ان شاء الله، انها هي حاجات بسيطة كلها ما فيهاش مشكلة. يبقى هو ظهر لي اول واحد، لا تالت واحد اهو، يعني في الصفحة الأولى بناء على اختياره للكيورد الصح. هنا طبعا ميديم طبعا عمل سيرش كويس، وعمل بالطريقة بتاعتنا دي كويس، وحلل كويس، واختار الكلمات اللي هو عايز يشتغل عليها فيها شيرت. كل الكلمات دي هو حاططها اهو كلها ميديم لو، مفيش الا دي هاي بس، مفيش مشكلة. ادي واحد اتنين تلاتة هاي، هتلاقي المعظم كله ميديم ولو، وده سر التقدم بتاعه في اول صفحة. يبقى انت دايما خد بالك من الموضوع ده كويس. اهم حاجة خد بالك، انت لو انت اتفرجت على المحاضرات دي وتجاهلت الكلام ده، او لو ما كبرت دماغك وعملت الويب سايت وحطيت بقى كيورد زي ما انت عايز، صدقني وعد مني ان انت مش هتظهر في اول صفحة اصلا. لو انت حتى كتبت الكيوردز اللي انت كتبتها من دماغك كده من غير ما تعمل الطريقة بتاعتنا دي، مش هتظهر لو عملت ايه في أول صفحة، إلا إذا حصل معجزة، وده طبعا ما ينفعش الكلام ده.
احنا بناخد الكورس عشان نعرف التكتيك ازاي ونتعلم يعني نشيل بقى الـ يعني كل واحد فينا جاهل في نقطة معينة. الجهل معناه عدم المعرفة، نشيل عدم معرفتنا دي ونبدلها، نعملها ريبليس بالمعرفة. خدنا المعرفة لازم نطبق، وما نطبقناش يبقى انت المسؤول مش انا. تمام، يبقى احنا عرفنا ادوات الكيورد ازاي اشتغل عليها من الجوجل ادورد كيورد تولز.